أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا الفيديو. سنتعرف على فنانات عربية تزوجن من وزراء. الفنانة ميادة الحناوي تزوجت. الفنانة السورية ميادة الحناوي من وزير سوري في مرحلة مبكرة من حياتها، وتوفي زوجها وهي تبلغ من العمر حوالي 16 عاما. ثم اتفقت والملحن محمد سلطان على الزواج بعد وفاة زوجته المطربة فايزة أحمد والتي كانت صديقتها، إلا أن الزواج لم يتم واستمرت صداقتهما بعد ذلك. تزوجت ميادة الحناوي بعدها من السوري مهند أحمد، واستمر زواجهما أكثر من 10 سنوات لينتهي بطلب ميادة الحناوي الطلاق ورفض زوجها لذلك، مما اضطرها في عام 2009 إلى اللجوء إلى المحاكم وإنهاء زواجها بالخلع. ولم ترزق الفنانة السورية ميادة الحناوي في كلا زواجيها بأطفال رغبة منها بذلك، وأعلنت عدم ندمها على قرارها ذلك. وبعيدا عن زواجها، توضح بعض الروايات قصة حب عاشتها مع الشهير بليغ حمدي، إلا أنها لم تكتمل. وقد ولدت الفنانة السورية ميادة الحناوي في مدينة حلب السورية عام 59 لعائلة عاشقة للموسيقى، وبدأت تستمع لأغاني أم كلثوم منذ الصغر فعشقتها. وسافرت ميادة إلى دمشق لتلتقي بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وتغني أمامه هي وأختها فاتن التي كانت ذات صيت ذائع في ذلك الوقت. وكان الموسيقار عبد الوهاب صديق زوجها الوزير، وفي مصيف بلودان غنت ميادة الحناوي وأختها فاتن أمام عبد الوهاب، ففتن عبد الوهاب بصوتها وهي تغني للسفاكر، وكانت تبلغ آنذاك حوالي 17 عاما فقط. الفنانة ديما قندلفت. في عام 2015 احتفلت الممثلة السورية ديما قندلفت بزواجها من وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري. وقد احتفلت ديما قندلفت بحفل زفافها بأحد فنادق دمشق الكبرى، واقتصر الحضور على دائرة ضيقة من المقربين. وكانت ديما وهمام يتكتمان على تفاصيل قصة حبهما بسبب الوضع الأمني في سوريا، وأيضا تكتما على موعد الحفل. وأبلغا بهما المدعوون وطالبوهم بالحفاظ على السرية، وحضر من الفنانين كل من شكران مرتجى وميسون أبو أسعد والمخرج باسل الخطيب. والفنانة السورية ديما قندلفت تزوجت وهي بعمر 36 عاما، وقد تعرفت على زوجها الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 38 عاما بعد التحاقها منذ فترة قصيرة بكلية الاقتصاد، ويحاضر بها زوجها همام الجزائري. وقد تم تعيين زوجها همام الجزائري وزيرا عام 2014 بعد أن كان مستشارا اقتصاديا لمؤسسات استشارية خاصة. كما وشغل زوجها سابقا منصب رئيس هيئة التخطيط في الدولة عام 2013، وهو حاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 98. كما أنه حاصل على ماجستير في اقتصاديات التنمية عام 2004 ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن عام 2008. والفنانة السورية ديما قندلفت عمرها 41 عاما وهي تمتلك صوتا عذبا، مما جعلها تبدأ حياتها الفنية كمغنية في فرقة جوقة الفرح، ثم انتقلت إلى فرقة قوس قزح. وقد ظهر أول عمل لها مع بشار زرقان في جدارية لمحمود درويش، انضمت بعدها لفرقة سفر وأقاموا حفلا في لبنان.
الفنانة أناهيد فياض. الفنانة الفلسطينية أناهيد فياض التي تحسب على الفن السوري، متزوجة من الوزير الأردني مثنى غرايبة. وكان قد أكد مثنى الغرايبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني اعتزازه بزوجته الفنانة أناهيد فياض. كما وكان قد أعلن من جهة أخرى اعتذاره لعدم تقبله التهاني على توليه المنصب وتأجيلها حتى يتركه على إنجازات مرضية. وطالب مثنى الغرايبة وهو أصغر وزير في الحكومة الجديدة بمحاسبته على نتائج عمله والابتعاد عن التطرق إلى حياته الشخصية بصورة مفتعلة. مؤكدا أن زوجته أناهيد فياض التي تزوجها قبل نحو 11 سنة أكثر ما يفتخر بوجوده في حياته، إضافة إلى طفلهما كرم وأفراد أسرته. وقد دافع مؤيدون عن الغرايب أمام تداول تعليقات حيال اقتران الوزير بممثلة معروفة شاركت في أجزاء باب الحارة وأعمال عربية عدة. ووصفوا أناهيد فياض بأنها فنانة مبدعة وفنانة لم تقدم أدوارا تحسب عليها. الفنانة اللبنانية جوليا بطرس. تزوجت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس من الوزير السابق إلياس أبو صعب في عام 96، وأنجبت منه طفلين هما طارق وسامر. وقد ولدت الفنانة المعروفة جوليا بطرس في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 31 من مارس عام 68. وترعرعت جوليا بطرس في كنف عائلتها المكونة من أبويها وشقيقها زياد وشقيقتها صوفي. وتلقت جوليا بطرس تعليمها في مدرسة راهبات الوردية، وهناك أبانت عن موهبتها الموسيقية مبكرا، فانضمت إلى جوقة المدرسة لتصبح مغنية فيها.